السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مرة أخرى محمد تيمات. في هذا الدرس الآن حنستكمل ما بدأنا فيه. أول في الدرس الماضي جبنا شايني ستارتر، كان سكويرتل بطريقة الـ RNG في جن 3 بطريقة الإيميوليشن. هذه المرة الآن بنجيب شايني ليجندري، حنحاول نجيب شايني مولترس في بوكيمون ليف جرين في ماونت امبر. اعتقد في بعد ما تخلص اللعبة يعطيك منطقة لازم تروح فيها بالتيكت، تاخذ تيكت تروح للجزيرة اللي هي وان ايلاند، او اعتقد وان ايلاند، بعدين تروح من وان ايلاند لماونت امبر في الشمال تحاول انك تواجه مولتريس. طبعا هستخدم نفس الملفات اللي انا استخدمتها سابقا، الفيجوال بوي ار ار والار ان جي ريبورتر والبي كي هكس والسكريبت حق اللوا سكريبت ال يو اي سكريبت، وهستخدم طبعا روم، بس الروم هذا حق بوكيمون ليف جرين. اوكي، طبعا انا عندي السيف فايل جاهز، السيف فايل حقي اللي انا خلصت فيه اللعبه. اوكي، طبعا مسكت مولتريس شايني في مودست اعتقد في فاير ريد، في السيف فايل حق فاير ريد، بس ما مسكته في ليف جرين لغرض اني انا اشرحه كدرس. اوكي، بحيث انه ما يكون مخزن على اللعبه او شيء زي كذا. طيب نفتح الان الفيجوال بوي ادفانس حقنا ونشغل الروم حق ليف جرين. هنلاقيه في الرومز بوكيمون ليف جرين، اشتغلت معي ليف جرين. نشغل ايضا الديبج حقنا عشان نعرف السيد حقنا، ونحط الكود 0202 اربع اصفار ونعمل جو عشان نخليه جاهز في الكول من الاول. وايضا نشغل ال شو اسمه هذا اللو سكريبت حقنا، نخليه جاهز ايضا من البدايه. ندخل هنا ونخلي اللو سكريبت جاهز، نعمل له رن. اوكي، وننزله تحت. الميموري فيور حقنا حيتحدد السيد عندنا بعد ما نضغط ستارت. طبعا هذا عرض البداية. بعد ما نضغط ستارت ندخل اللعبة بسرعة طبعا عشان نبدأ ناخذ فريمات من بدري. الاوريدي الفريمات مشيت. اوكي، بنوقف اللعبة هنا كنترول بي. الفريم اللي طلع لي اللي هو الانيشال سيد حقي اللي هو 882 اف. اوكي، حفتح الان الـ RNG ريبورتر اللي في الملف عندكم، بس هنا اختصار عندي. احط الـ RNG ريبورتر. طبعا لازم نجيب من بي كي هكس نجيب الـ ID والـ SID. اوكي، حق لانه هذه لعبة مختلفة غير فاير ريد، فدخلت على السيف فايل حقي هذا بنفس الطريقة السابقة في الفيديو السابق، اللي هي ندخل على بي كي هكس ونفتح الفايل حقنا اللي هو السيف فايل اللي انا مخزنه الان. اوكي، في ليف جرين، ونقول له هذه بوكيمون ليف جرين ونضغط اوكي. طبعا هذه كل البوكيمونات اللي جايبها انا. نروح على البلوك داتا وننزل تحت الى بوكيمون ليف جرين في الاعدادات ونشوف الاس اي دي حقنا ونحطه نفس هذا، يعني الاي دي حقي هو تي اي دي 62805، خمسه ارقام 62805، والاس اي دي حقي 35392 35392. مو بشرط انه يكون نفسه، كل ما تبدا اللعب بسيف جديد نيو جيم سيف جديد يتخزن عندك اس اي دي وتي اي دي طول ما انت تلعب السيف فايل هذا. اذا انت عدت اللعبه مره ثانيه حيتغير التي اي دي حقك وحيتغير الاس اي دي حقك. يعني كل سيف فايل له تي اي دي واس اي دي مختلف، الكارترجز كلها مثل بعض. مو معناها انه انا اشتريت كارترج حيكون مخزن فيه الرقمين هذه، كل الكارترجز نفس النسخ ويقدروا يجيبوا نفس الارقام ويقدر كل شيء، لكن لازم يجيبوها بتوقيت معين. يعني يوم تبدا الجيم بطريقه معينه وتكتب اسمك وتروح كل شيء، وبعدين يتحدد هذا الاس اي دي والتي اي دي وقت خلاص يوم تبدا اللعبه والشخصيه حقك تبدا تصغر 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 وتلاقي نفسك في البيت، هذاك الوقت اللي تحدد فيه الاس اي دي والتي اي دي حقك. طيب خلاص الان ما نحتاج البي كي هكس لانه اوريدي حطينا الاي دي والاس اي دي حقنا. الان نبغى نحط الكود هذا اللي هو 882F نحطه في السيد هكس 882F. اوكي، والان حنستخدم ميثود 1 ايضا مره اخرى، بس الطريقه الان مختلفه لانه يعتبر كانه وايلد ار ان جي
كأنه وايلد بوكيمون ار ان جي او في البريه. فنحتاج انه احنا طبعا نبغى نصيد مولترس، ما همني لغرض الفيديو مو لازم اني ابحث عن شيء معين في السيد هذا، فانا حختار اي شيء. اوكي يعني حكتب اني، حكتب الاي فيز حقه نن، اهم شيء ابغى شايني، حكتب عنه هنا شايني اونلي، ادور على في السيد هذا وفي الاس اي دي والاي دي هذول شايني. اقرب شايني لي عندي 3691، خلاص اثبت الرقم هذا واحاول اني انا اي انجيج شايني مولترس على الفريم هذا اللي هو 3691. نقفل الميموري فيور ونكمل اللعبه. 3691 نمشي طبعا الفريمات الين 3691. نوقف قبل، نضغط كنترول ان عشان نمشي الفريمات، وندخل على شايني مولترس 3691. حيطلع لنا كل الستاتس حق مولترس الحاليه الان، وحيطلع كل الاي فيز لو تلاحظوها فوق كلها. النيتشر حقه نايف، طبعا ما عملنا سيف ستات قبلها، المفروض احنا نسوي سيف ستات. انا ما ادري اذا في سيف ستات، ما اعتقد فيه، فنضطر نعيد اللعبه. لازم في سيف ستات قبل البوكيمون قبل لا تخشه، فنضطر نعمل ما ادري اذا في سيف ستات ولا لا. لا ما في سيف ستات، هذا تخزينه القديمه، فحنضطر نفتح اللعبه من جديد ونبدا سيف ثاني. نحاول ندخل اللعبه بسرعه، ناخذ السيف بسرعه، نحدد كل شيء ونضغط كنترول بي ونوقف الفريمات على 618. نعمل ديبج لانه قلنا اي ستارت منيو تجيك حيتغير الميموري فيور حقك، حيتغير السيد الانيشال سيد حقك، فلازم نحط السيد من جديد. حيطلع لنا 1168 1168، نغيره هنا ونعمل جنريت على الشاني اللي نبغاه. اقرب شايني عندنا 17422، حيكون كالم نيتشر. نبغى ناخذ هذا اللي هو 29527 عشان يكون ادمنت، يعني شكله افضل، مع ان هذا افضل طبعا، شكله ممتاز. هذا كويركي بس الاي فيز حقه مضروبه، بس يعني ها ناخذ هذا تقريبا اللي هو 29527. نمشي الفريمات الآن، نقفل ميموري فيور ونمشي الفريمات إلين نوصل إلى سبعة تقريبا كم نمشي. طبعا نعمل السيف ستات قبلها بفترة عشان ما نقعد نعيد هذا كله، فلازم نشوف الفريمات اللي احنا نحتاجها. يعني تقريبا 29000 مرة بعيد، فحيكون في ديلاي بسيط. أوكي على 29000 فنخزن عند تقريبا 28000، لأنه أكيد الديلاي حيكون بعده ما حيكون قبله. متى يكون الديلي بعده؟ إذا أنت تحركت في الخريطة ورحت مكان ثاني وحاولت تصيد على نفس السيد هذا، حيكون في ديلي قبله، يعني لازم تكون السيف ستات مرة مرة بدري. أوكي؟ فأنت أفضل شيء خزن وعيد اللعبة وابدأ على شو اسمه سيد جديد، أفضل شيء عشان يكون دائما الديلي قدام، تكون أنت متقدم، ما يكون الديلي قبلك. أوكي؟ نمشي الفريمات عشان تسريع تمشية الفريمات. لازم تقفل الـ OScript وتضغط Start وتمشي الإيميوليتور. السرعة هنا لو تلاحظ فوق، السرعة مكتوبة هنا، تقدر توصلها إلى تقريباً 1500 إلى 2000%، لكن عشان عندنا الـ OScript شغال موجود هو تحت وشغال الـ OScript، هذا يبطئ الإيميوليتور شوي، ما يخلي الفريمات تمشي أسرع. فعشان تسرع الفريمات لازم تعمل Stop للو سكريبت. اذا كان الفريمات مره بعيده 400000 ولا 500000، تبغى شيء مره الاي فيز حقه ممتازه، لازم تمشي فريمات مره كثير في اللعبه. هذا الشيء في جين 3 فقط يعني. طيب نمشي لين تقريبا 28000، نقفل كذا قبلها يعني عشان يكون السيف ستات حقنا بدري، يعني يكون قبلها بشوي عشان ما نقعد نعيد هذا كل المشوار. خلاص نوقف عند 28010، نعمل شيفت اف 1. الان خزننا اللعبه، يمديك تعمل شيفت اف 2، شيفت اف 3، شيفت اف 4، مثل ما تبي. فانا اعمل دائما شيفت اف 1 قبل البوكيمون مواجهته. اوكي ولما ادخل على البوكيمون وقبل ارمي الكوره اعمل شيفت اف 2. ليش؟ عشان اقدر ارمي الكوره اكثر من مره، ابغى امسكه مثلا بكره معينه، مثلا انا في السفاري، فاعمل شيفت اف 2 واعمل لود من اف 2. اوكي يعني اف 2 لحالها تعمل لود، شيفت اف 2 يخزن. انتبه لا تنسى تخزن على الفريمات حقك ولا تصير في مشكله. طيب الفريم اللي كنا نبغاه حنا اللي هو 29527،
29,500,527 احنا نسميها 527 كذا بسرعة. 29,527 فنمشي الفريمات الى 29,527 اذا غلط عادي عندك سيف ستات 527 نمشي الان ونعمل كنترول وزد هولد عليهم وبعدين نضغط بي. حندخل على البوكيمون الان هيطلع لنا كل الاي فيز والستاتس اي فيز اللي فوق. اوكي ممكن نعمل كالكوليشنز اكثر من كالكوليشنز فلازم نكون منتبهين. الان عندنا الستاتس هذا اللي فوق الاي فيز موجوده على السيد هذا على الاي دي والاس اي دي هذول. ما حنحدد النيتشر اللي طلع لنا الان اللي هو ادمنت. اوكي طلع النيتشر ادمنت. نحدد كل الاي فيز اللي مكتوبه اللي هو السطر الثاني هذا سطر الاي فيز وهذا سطر الستاتس. نبغى سطر الاي فيز احنا في البرنامج اللي هو حق الار ان جي ريبورتر. 8 24 1 2 6 3 28 نشيل الشايني لانه هذا اللي امامنا مو شايني فنبغى نعرف ايش الفريم اللي صدناه. عندنا 29,527 نجهزها في الكالكوليتر. 29,527 يساوي جاهزة في الكالكوليتر. اوكي بالار ان جي ريبورتر الان نعمل جنريت هيطلع لنا 32 يعني هذا الفريم متقدم الان مو فريم متاخر يعني احنا كاننا ضغطنا بدري ضغطنا يعني معلش الضغطة حقنا جات 32,000 معناها لازم نضغط ابدر وهذا اللي كنت اكلمكم عنه. فهذا الفريم الان ما ينفع لانه احنا لما نعمل كالكوليشن الان من 29,000 ننقص او ننقص منه هذا نقول مثلا 29,527 جاهزه عندي نقول 32,000 اوكي 097 اوكي ناقص 29,000 الان اللي هو 527 اللي احنا جبناه اول نفس هذا الرقم اللي احنا جبناه حيطلع لا هذه كذا ما ضغطنا الرقم صح اول مو مشكله نعيد مره ثانيه نقول 32,000 097 ناقص 29,527 حيطلع لنا 2,570 معناها ان احنا ضغطنا 29,000 لكن في الحقيقه ضغطنا 32,000 يعني المفروض نضغط قبل بتقريبا 2500 فريم قبل لكن لما نرجع للسيف ستات حقنا شوف لازم نكون ضغطين على 26,000 مو 28,000 معناته هذا السيف فايل ما ينفع. نعمل مرة أخرى ريست ونبدأ نخلي الرينج أكبر الآن 5000 وشوي عشان في ديلاي أحيانا يتغير الديلاي هذا من فترة لفترة. أوكي نوقف اللعبة الآن على بي ونعيد حقنا الكالكوليشنز ونفتح الميموري فيور لأن تغير عندنا السيد مرة أخرى. 02024 جو السيد حقنا BD81 نحط هنا الآن BD81 اوكي نرجع كل شيء مثل ما كان ونرجع الادمنت ونقول له نبغى الشايني اقرب شايني وين اقرب شايني عندي نقول مثلا عند 2761 هذا كوايت نيتشر خلينا نقول 2394 خلينا نشوف هل في ديلي ولا ما في ديلي هل نرجع ديلي سابق ولا لا 2394 هذا اقرب شايني عندنا. طبعا نفتح الكالكوليتر مره اخرى ونحط 2394 يساوي خليها جاهزه ونوصل للفريم حقنا 2394 نقفل ميموري فيور نكمل اللعبه. 2 طبعا سيف ستات السيف ستات حقي مره متاخر المفروض بدري مره اسوي السيف ستات بس مو مشكله ان شاء الله يعني يكون كويس اذا ما مو كويس نشوف فريم بعد مو مشكله. طيب 2394 ممكن يكون السيف ستات حقي سيء فناخذ الفريم اللي بعده افضل 700 عشان يعطيني مجال اقدر اقدم فيه بعدها قبلها. نروح 2761 معليش اللخبطه يا شباب 2761 اوكي نمشي
فريم فريم افضل. 2761 كنترول زد وبي وندخل على مولترس. حيطلع لي ما حيطلع لي شاني اكيد فلانه في ديلي. نحسب الديلي حقنا. البوكيمون طلع تيميد نيتشر فنحطه عندنا. تيميد وين تيميد نيتشر نحط تيميد نيتشر ونعمل يساوي في كل هذه جاهزة. ونكتب الصف هذا اللي هو الاي فيز حق ال هذا 15. اوكي تحصل بعض الاخطاء يا شباب فعادي جدا يعني خذوا راحتك خذوا وقتك ركز حاول انك انت تحط كل شيء صحيح. طبعا نشيل الشاني لانه مو بشايني على هذا السيد هكس وعلى الاي دي والاس اي دي. حنطلع متاخرين تقريبا ب 100 وشوي يعني 226 وعندنا الكالكوليتر كان فيه معليش 226 نحفظها يا شباب نحفظها ونرجع clear everything. اوكي clear everything 226. اوكي والشايني حقنا كان على 2761. اوكي 2761 احنا ضغطنا متقدم شوي ناقص 226 هيطلع لنا 141 فريم. نزودها على 2761 2761 يطلع لي تقريبا 141 فريم زيادة يعني 2902. يعني نرجع الآن سيف ستات وندخل على الكالكوليتر 2902 نمشي لين 2902 مش عديت عيد السيف ستات مرة ثانية لين ما أنا أوصل إلى 2902 كنترول زد بي وأدخل عليه وأشوف هل هو شايني ولا لا. طلع مرة ثانية ما هو شايني مو مشكلة نشوف الستاتس مرة أخرى. طبعا عندي دوسايل نيتشر أعمل يساوي في كل شيء أوكي وأقول نان شايني عشان ما هو شايني وأحسب 3 1 2 1 6 2 2 16 15. أحيانا الديلي يخربط معك بس مو مشكلة هذا في الليجندريز بس ما أعرف ليش لكن مو مشكلة يا شباب. هو دوسايل نيتشر الفريم حق الشايني هذا 2 2 7 7 1 والشايني حقنا كان كم لما نصفر كل حاجة خلاص نحفظ هذا 2 7 7 1 ونشوف الشايني حقنا كم كان 2 7 7 1 هذا 2 7 6 1 يعني ننقص من هذا الرقم اللي احنا جبناه. يعني كيف حتحسبها الآن كيف حتجيبها لازم نشوف الرقم اللي احنا جبناه اللي هو في الكالكوليتر نفتح الكالكوليتر هذا الرقم اللي احنا جبناه معناها اللي هو 2261 2771 اللي احنا حسبناه اول 2771 فننقص من هذا يعني 2771 ناقص 2761 تقريبا فيها 10 فريمات اوكي 10 فريمات ناقص 10 فريمات فننقص من اللي احنا جبناه هذا 10 فريمات عشان نقدر نجيب اللي هو الاثنين 761 ناقص 10 يا رب تكونوا فهمتوا والله هي حسابات رياضية بس حيطلع لنا 2 8 9 2 2 8 9 2 يعني الآن لما عيد 2 8 9 2 هو فريم الشايني إذا كان حساباتنا كانت صحيحة 2 8 9 2 اوكي نمشي 9 2 ونضغط P نشوف يعني احنا قاعدين نقرب من الشاني كل شوي لين ما يطلع لنا وطبعا طلع لنا شاني مولترس زي ما انتم شايفين ان شاء الله يكون يعني واضح الدرس وكذا لا هي شغلة حسابات لين انت تقرب من الفريم تشوف انه هو بعيد تشوف انه هو قريب لازم انت تحسب حساباتك وتشوف اوكي بنفسك. فهذا شاني مولترس الان ايش اسوي الان يعني تقدر تنقص الاتش بي حقه وتقدر تضبط امورك لكن يعني لغرض الفيديو طبعا انا ابغى اوريك الطريقه اللي امسك فيها مثلا يعني انا اروح عند البولز طبعا اقفل الريبورتر حقي خلاص معليش السكريبت
واروح عند البوكي بول طب امسكه مثلا باللكجري. لازم تنقص الاتش بي حقه وتنقص طبعا وتنومه، بعد ما تنومه تعمل سيف ستات على شيفت اف 2 وتقعد ترمي عليه. خلاص انا الان اعمل سيف ستات شيفت اف 2 الان هنا، مفروض انه هو متنوم، مفروض انه هو حق الاتش بي واحد، يعني انت مسوي له فولس سوايب مضبط امورك. فايش تسوي بالضبط الان؟ تضغط زد، خلاص الاي هو الزد في اللعبه، وتضغط مسافه طبعا عشان تمشي اللعبه بسرعه، ما صار شيء. تضغط اف 2 مره ثانيه، تحاول تمسك، ما انمسك، تحاول تمسك ما انمسك، لين ما انت يمديك تمسكها. اوكي طبعا هذا يعتبر غش لكن مو مشكله، المهم انك في النهايه فريمات اللعبه والبوكيمون هذا شايني، فتحاول انك لين في النهايه يتمسك. اوكي طبعا هو الحين صعب انه يتمسك جدا، لازم تجيب الفريم الصحيح، ممكن من اول كوره عندك تمسك اذا جبت الفريم الصحيح. طبعا اف 2 مره ثانيه، اف 2 مره ثانيه، اف 2 لين ما انت تقدر تحاول تشوف تحرك الثلاث مرات مرتين تلاقي شوف في فريم لين ما يجي وتحاول تمسكه. طبعا انا الان بستخدم طبعا ماستر بول خلاص، يعني لغرض الفيديو اني انا مسكته فقط، وعشان اثبت انه هذا البوكيمون هو نفس اللي مسكناه قبل شوي. هو راح البي سي الان، ف ما ادري يعني ودرست انترفيتو بي سي، بس انه هو اكيد المولترس اللي احنا صدناه اللي هو قبل شوي. حاخذ بوكيمون واروح لاي بي سي جنبي، طبعا ما اقدر لازم اخرج من ماونت امبر عشان اروح لبي سي، ويتشز يعني صراحه بين. خلاص كذا يعتبر خرجنا من ماونت امبر، ناخذ فلاي ونروح لاقرب وان ايلاند. طبعا نروح ناخذ نشوف البي سي حقنا وش وضعه، البوكيمون اللي فيه هل هو البوكيمون الحقيقي ام لا. ومو مشكله حتى لو خزنت اصلا يمديك تروح يعني في اي مكان، معليش انا نسيت، مو لازم يكون في البارتي حقك، بس انا متعود يعني. نفتح بيكا هيكس حقنا الان عشان نتاكد بس انه هذا ليف جرين. طبعا تختار السيف فايل حقك ليف جرين وتروح على، ما هو في البارتي طبعا، تروح عند البوكس اخر شيء مسك اللي هو مولترس اللي هنا، نعمل له فيو ونشوف الستاتس حقه. 23 17 29 26 21 5، نحركها شوي على اليمين نشوف الريبورتر هل هو ذا المولترس اللي حنا صدناه ولا لا. طيب المولترس حقنا الشايني مكتوب انه 23 17 29 26 21 5، نفس الستاتس هذه بالضبط، والنيتشر حقه المين نيتشر كوايت نيتشر، وهنا مكتوب كوايت نيتشر. علامة التعجب هذه معناها شاينيز يا شباب، هذه الشاينيز عشان لو طفينا هذه ما تنفتح يطلع لك ما في شاينيز، لكن هذه هي كل الشاينيز الموجوده في الفريمات اللي موجوده في السيد هذا وفي الاي دي والاس اي دي هذول. شكرا لكم. طبعا الدرس كان شويه معقد لكن يعني استفدتوا ان شاء الله. هي مجموعه حسابات، حسبت الحسابات هذه مرتين عشان اعرف ان انا بعيد قديش، كم في ايرور، كم في غلط في الحسابات. لكن هذا الشيء يحصل مع ميثود 1 ليجندري، وهذا الشيء عادي يعني. الليجندري اصلا وقت ما تضغط التكست يتخربط عليك شويه فريمات، مو مشكله بدك تعدل الفريمات هذا لين انك تجيب الشاني، تنقص تزود تشوف انك متقدم تشوف انك متاخر لين ما يجي معك. كان معكم محمد تيمان من تجمع بوكيمون العربي، ونشوفكم مره ثانيه في الحلقه الجايه بصيد ان شاء الله في وايلد ار ان جي. الوايلد ار ان جي يختلف شوي لانه في شارتس وفي سلوتس وفي اشياء ثانيه، ما هي زي الليجندري وما هي زي الستارتر. اوكي والتبييض ان شاء الله في الحلقه اللي بعدهم ان شاء الله. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.